السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ النهاردة شرح بسيط وسريع لإزاي إن أنا أبدأ مع أوبونتو أو لينوكس عامة. يعني في النهاية الشرح اللي أنا أشرحه يعني متوافق مع كل أنظمة لينوكس تقريبا، هتبقى الموضوع سهل وهنفسر بالتفصيل يعني إزاي الكلام ده ممكن ينطبق يعني. طيب هي المشكلة فين؟ المشكلة ان ده اغلب الناس الويندوز يوزرز، يعني الناس اللي متعودين تستخدم ويندوز بيبقى عنده مشكلة دايما ان هو عايز يستخدم لينوكس اي حاجة مثلا. واحنا عندنا هنا يعني المثال اللي هنضربه بأوبونتو لان هو اقرب لينوكس فيرجنز او لينوكس ديستريبيوشنز، يعني بقى عشان نصلح الكلام نقوله صح، يعني اقرب توزيعات لينوكس يعني للويندوز، سهلة الاستخدام، ليها كوميونيتي كبير. انا برشحها جدا ان هي تكون هي بدايتك مع لينوكس، سواء هي او مينت. يعني مينت برضو هي توزيعة مشتقة من اوبونتو يعني، فمش هتفرق يعني برضو لو انت عايز تستخدم دي او دي. مينت بتبقى اخف ويعني وبرضو ليها كوميونيتي كبير برضو. ولو حبيت تدور على حلول لمشكلة ما تواجهك هتلاقيها بسهولة يعني. طيب فين بقى المشكلة؟ المشكلة ان الناس اللي عندها ويندوز ما بتبقاش عارفة او خايفة ان هو ينتقل من النظام بتاعه لنظام تاني. في نفس الوقت هو في حاجة بتدفعه الى كده، زي مثلا ان هو عايز يعمل يكتب كود مثلا او برمجة، يتعلم البرمجة مثلا. البرمجة على ويندوز يعني صعبة جدا ومزعجة جدا ومشاكل كتير جدا، ويعني على لينكس تبقى اسهل كتير واخف والنظام اخف. وبالمناسبة يعني مش للمبرمجين بس، هو لينكس يعني له لينكس يعني ممكن تستخدم فيه كل حاجة. يعني الاستخدامات العادية لليوزر العادي، انت هتشغل فيديو، هتشغل ام بي 3، هتشغل تفتح البراوسنج وتخش على الانترنت عادي جدا، كل الحاجات دي عادي. انا بستعمل لينكس من 2009 يعني، ما بحتاجش ويندوز ده الا نادرا جدا في حاجات غالبا بيبقى ليها علاقة بهاردوير كومباتيبلتي. يعني ان يعني مثلا عندي برينتر، للاسف هم شركة البرينتر مش عايزين ينزلوا درايفر بيتناسب مع اللينوكس مثلا، فبضطر ان اخش على ويندوز عشان استعمل السكانر بتاعتها. البرينتر الجينيريك مثلا بتاعها بيشتغل على لينوكس عادي، لكن السكانر ما بيرضاش، فبضطر اخش على ويندوز لهذا السبب مخصوص. طبعا والناس بقى اللي بتلعب جيمنج، ولو ان في برضو حلول يعني الموضوع الجيمنج على لينوكس، يعني في منصات العاب بقى اللي هي بتنزل الحاجات بتاعتها، بتخش جوه زي ستيم مثلا على سبيل المثال. يعني ده مش موضوعنا المهم يعني. ف لينوكس يعني نظام كويس جدا، خفيف، سريع، في كل الحلول، سكيور ببلاش. عشان تستعمله محتاج بس ان انت تقعد معاه شوية وتتعود عليه وتتكيف عليه. فانا يعني لقيت ان في خطوة بدائية كده لازم نبدأ فيها، ان احنا عايزين نجرب ننستول. يعني مش اول مرة نقعد ننستول على نعمل ديوال بوت، ممكن تطير نسخة الويندوز بتاعتك ولو دي احسن اوبشن يعني، وهيبقى اسرع اوبشن، لكن ممكن نتحمل شوية البطء شوية في مقابل ان انت تتعلم مرة واتنين ازاي تنستول اللينوكس بتاعك، وبعدين ازاي تستعمله وتتعود عليه. بعد كده ممكن تروح للديوال بوت، وبعد كده ممكن تتخلص من الويندوز حقيقة يعني، زي ما انا بقيت بعمل بعد كده. طيب ايه اول حاجة؟ احنا هنستعمل فيرتشوال ماشين. هنحط الحل بتاعنا ان احنا هنحط الاوبونتو بتاعنا ده على فيرتشوال ماشين، ونبدأ نستعمل الفيرتشوال ماشين دي في ان احنا ننستول الاوبونتو عليها، ونبدأ نستعمله ونجربه ونشوف ازاي هنستخدمه في المرات الجاية. طيب اول حاجة عندنا هنعمل ايه؟ قبل اي حاجة انا هدي لك اللينكات، كل اللينكات اللي انا هفتحها دي هتبقى موجودة عندك في رابط الفيديو، في الرابط الديسكريبشن بتاع الفيديو هتلاقيها تحت. البيج دي بيشرح لك ان انت ازاي تعمل انيبل للفيرتشواليزيشن في البايوز بتاعك. يعني في حاجه لازم تعملها من البايوز، لازم تعمل انيبل للفيرتشواليزيشن تكنولوجي. فاحنا هنبدا بالكلام ده. لو دخلت على البيج دي هتلاقيه بيشرح لك وكل نوع ماذر بورد. هو باي ديفولت للاسف بيبقى مقفول عشان يسمح لك بانك تفتح تعمل انستول ل 64 بت سيستم، لازم تنيبل ال virtualization technology. فلو عندك ايسر هتمشي الستبس دي، لو عندك اسوس هتمشي الستبس دي، لو عندك ديل، لو عندك اتش بي، وهكذا. هو بيقول لك بقى يعني يعني الموضوع سيمبلي ان انت هتخش على البايوز. فمثلا تعالى مثلا للاتش بي مثلا، يعني ده مثال. اول ما هتفتح موست كومنلي بيقول لك ان انت هتدوس اف 10 او اسكيب
عشان تخش على البايوز، او تجرب لو ده ما اشتغلش تجرب اف واحد اف اتنين اف ستة اف حداشر، ما علينا اي حاجة من دول. المهم هتخش على البايوز، تيرن اون سيستم ريبيتلي اسكيب، هتفضل تدوس على الزرار او اف عشرة عشان تخش البايوز سيت اب. هتخش على الجوه بقى هتلاقي فيه اوبشنز في البايوز، هتلاقي فيه سيستم كونفيجريشن، هتلاقي جواها الفيرتشواليزيشن تكنولوجي. بعد كده هتدوس انتر، هتعملها انيبل، وبعدين هتدوس اف 10 عشان تسيف، وبعدين تريبوت بس يعني. واي بقى سيستم هتلاقي نفس الستيبس دي، ان انت بتخش في مكان ما تعمل انيبل للفيرتشواليزيشن سواء بقى انت انتل او ام اي دي، وبعدين تقلاو الكلام دون، وبعدين تريبوت الماشين، وبعدين تخش. طيب الستيب التانية بعد ما هتخش على اللينك دون. اللينك ده فيرتشوال بوكس، فيرتشوال بوكس ده اللي هو الابليكيشن اللي هيسمح لنا ان احنا نستول الفيرتشوال ماشين. هتخش عليه على البيج دي، هحطها في الديسكريبشن برضو. الليتست فيرجن حاليا هي 6.1.16، وي اولموست هتلاقي الليتست في البيج دي يعني. هتخش هتلاقي دي كل المنصات اللي ممكن تنستول عليها. فاحنا طبعا يعني غالبا انا هفترض ان انت ويندوز، فانت هتدوس ويندوز هوستس، ده هينزل لك اي اكس اي فايل، هتعمل له داونلود، السايز بتاعه حوالي 600 ميجا. وبعدين ما هينزل هتعمل دبل كليك عليه وتنستول عادي زي اي برنامج في ويندوز، نيكست 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 فينيش عادي يعني جدا. وبعدين بعد ما ينزل ده برضه هتنزل الاكستنشن باك ده. الاكستنشن باك ده بيديك شويه فيتشرز مهمه، زي ان انت تعمل سبورت اليو اس بي، يعمل الكومن كليب بورد مثلا، دي اللي محرم ممكن نحتاجها، ان انت تعمل كوبي بيست من جوه الفيرتشوال ماشين اللي براها والعكس يعني. فدي يعني مهمه برضو. دي اكستنشن باك ده اكشلي يعني، ده قبل يعني باكج بتشتغل جوه الفيرتشوال بوكس نفسه. فانت بعد ما هتنستول الفيرتشوال بوكس هتستنى وتخلصه، هترد داونلود الباكج اللي هنا دي اللي هي الاكستنشن باك، والدبل كليك عليها هي هتفتح فيرتشوال بوكس وتقول لك ان هي تنستول. الدبل كليك عليها برضو وتمشي معاها الستبس بتاعتها، نيكست نيكست فينيش، لغايه ما تنستول الفيرتشوال بوكس بتاعك. طيب الخطوة الثالثة اللي احنا محتاجينها، ان احنا محتاجين نداونلود الايزو فايل بتاع اللينكس سيستم اللي هنشتغل عليه. فعلى سبيل المثال برضو اللينك ده هيبقى في الديسكريبشن، احنا هننستول اوبونتو ديسكتوب 1604. يعني هو قديم شوية بس يعني، بس في الاخر يعني كله شبه بعضه مش هتفرق. هتلاقي دايما مينيمم ريكوايرمنت بتاعته موجودة هنا حاليا، اوبونتو 2004 هي ال LTS يعني اللونج تايم سبورت فيرجن اللي موجودة. انت مش عايز دي طبعا، لو انت عايز طبعا خد بالك انه لازم تبقى ديسكتوب يعني، ما تروحش تداونلود السيرفر فيرجن، هتبقى صعب ان انت تقدر تتعامل معاها. روح داونلود دايما الديسكتوب فيرجن. عايز تداونلود ال LTS 2004 ممكن تعمل كده عادي، هتدوس داونلود هنا داونلود، او مش عايز هتدوس الترناتيف هنا، هتفتح لك البيج هتلاقي فيه اوبشنز تانية للداونلود، زي مثلا ان انت عايز تنزل بتورنت مثلا، لو انت عايز تنزل بتورنت عشان بيبقى سبورتد اكتر في الاوتو كومبليت والكلام دوت، تختار الفيرجن بتاعتك مثلا اللي هي 2004 LTS. دايما ما تنزلش فيرجن لو انت لسه مبتدئ، ما تنزلش فيرجن مش LTS، وما تعملش ابجريد لفيرجن مش LTS. ده ال LTS هي اللونج تايم سبورت فيرجن، وهي اللي بيبقى احسن سبورت والمور ستيبل. الفيرجنز التانية ممكن تلاقي الاداء بتاعها سيء، لان دي فيرجن تجريبيه شورت تايم سبورت، تبقى تجريبيه بتطلع ما بين الايه لونج تايم سبورت. دايما روح لل LTS لو انت لسه جديد ومش عارف تتعامل يعني. فانت مثلا هتروح هنا تختار ال 2004 ديسكتوب، برضو خد بالك لازم ديسكتوب، لو مفيش كلمه ديسكتوب، لو كلمه سيرفر لا ما تنزلهاش، مش هتعرف تتعامل معاها. انت بقى دي الفيرجنز اللي هي اللي حاليا بتبقى موجوده 20 و18، 16 يعني بقت مركونة على جنب تحت شوية عشان خلاص السبورت بتاعها هيخلص شهر 4 الجاي. فهتلاقي هنا اهو، هتخش على اللينك بتاعها، انا مثلا يعني هخش هنا هتلاقي فيه 64 بت فيرجن، وبعدين 32 بت فيرجن، كل الكلام ده. يعني طبعا احنا يعني مفيش كمبيوتر متهيألي دلوقتي مش بيسبورت ال 64 بت، فانت ممكن تروح تنزل ال 64 بت دلوقتي. لو انت الكمبيوتر بتاعك قديم مفهوش ال enable virtualization دي، معلقتهاش موجودة، او الكمبيوتر بتاعك قديم جدا مفهوش الفيرشواليزيشن، ده معناه انت مش تقدر تران ال 64 بت، روح نزل ال 32 بت بس. يعني توقع منها ان هي هتبقى ادائها اسوأ شويه، هتبقى ابطا سنه، فيعني توقع الكلام ده يعني، والجهاز بتاعك هيبقى قديم شويه. فانت هتنزل 64 بت فيرجن بس. بعد ما هتنزل هو هينزل لك ايزو فايل، السايز بتاعه هيبقى جيجا ونص تقريبا، وهتسيف الفايل ده في مكان ما هيبقى عندك على الجهاز. تمام،
بعد كده هتروح تفتح الفيرتشوال بوكس عادي جدا اهو زي ما انت شايف كده. انا بص عندي يعني في فوائد كتيره للفيرتشوال ماشينز ممكن تستعملها. انا مثلا عندي واحده عشان بجرب عليها بعض التجارب، مثلا مش عايز ادخلها في الانفيرمنت اللي على الماشين، بحط واحده الويندوز اهو عشان انا عايز استعمل ويندوز لاخرات طريقه يعني من حين لاخر، او اعمل تجربه ما او اعمل حاجه عليه. بحط مثلا ان انا عندي اوبونتو 16 بس عايز اجرب اوبونتو 20، فبروح اعمل فيرتشوال ماشين فيها اوبونتو 20، او اجرب حاجه مش اوبونتو خالص اروح انستول مثلا ريلز او سنتوس حاجه كده يعني. طيب المهم هنبدا، فهنقول له نيو، وهتختار اسم الفيرتشوال ماشين بتاعتك، فاحنا هنسميها مثلا اوبونتو مثلا 16 اوف 16 اوف اوف ماشي. وبعدين هتختار طبعا النوع، هنا لينكس مثلا لازم تختار الحاجات دي لينكس، وده الدايركتوري اللي هو هيسيف فيه الاوبونتو، هنا يبقى اسمه لينكس. النسخه برضو 64 بت، لو لقيت دي مش عايز تفتح معاك 64 بت، لقيت 32 بت معاك، يبقى ده معناه ان انت ما فتحتش الفيرتشواليزيشن بتاع الفيرتشواليزيشن اوبشن في البايوس. تقول له نيكست، هنا بيقول لك عايز تستعمل ميموري قد ايه. طبعا هو الديفولت بيبقى حاجه صغيره جدا اللي هو 1 جيجا، يعني انا انصحك تكبرها شويه عشان تبقى حاجه محترمه تعرف تتعامل بيها. فانا مثلا هخليها 8 جيجا مثلا، ممكن تخليها اقل اكتر زي ما انت عايز يعني، بس انا شايف 8 هيبقى مناسب يعني. 8 جيجا كده تقريبا، مش لازم يعني رقم بالظبط، ممكن تزود سنه او تعمل كده مثلا. تقريبا ماشي. الاوبشن ده ما نلعبش فيه، هو بيقول لك الهارد ديسك بتاعك عايز نوع ايه، هتاد هارد ولا هتماونت هارد موجود، فسيبه كرييت ا فيرتشوال هارد ديسك ده زي ما هو. وبعدين النسخ الاوبشن ده برضو اللي هو هارد ديسك فايل تايب عايزه نوع ايه، برضو سيب على الديفولت بتاعه الفي دي اي فيرتشوال بوكس ديسك ايمج تمام. وبرضو خليه دايناميك الوكيتد ولا فيكس سايز، خليه دايناميك الوكيتد عشان نعرف بعد كده لو حبينا نكبره او نغير حجمه يبقى الوكيتد، او ان هو برضو عشان ما يحجزش مساحه على الديسك من الاول وهو مش محتاجها. بعد كده ده السايز بتاع الديسك اللي انت عايز تغيره، والباص اللي هو هيسيف فيه الايمج، ممكن تغيره دلوقتي طبعا لو انت عايز، مش عايز خلاص. الديسك طبعا هو الديفولت مثلا في الاوبونتو هيبقى هتلاقيه هو ظابطه لك على 10. انا انصحك تكبره شوية مثلا، تخليه مثلا 60 جيجا مثلا لو انت عندك سبيس، وكل ما تكبره اصلا يعني كل ما هتستعمل السيستم اكتر، انت متوقع انك تستعمل اكتر كبر السايز ده اكتر، وبعدين هتدوس كرييت. تمام، هي كده اتكريتت، هتعلم عليها كده، تدوس على النسخة بالاسم اللي انت عايزه، تدوس سيتنجز تمام. وبعدين هنروح لأدفانسد، وهتقول له شيرد كلوب بورد، ده هتخليها باي دايركشنال، دراج اند دروب هتخليها باي دايركشنال تمام. سيستم هتروح بعد كده سيستم، بروسيسور هتكبر البروسيسور شويه طبعا يعني. بص انت الليمت بتاعك المفروض يبقى في الاخضر دون، فانا مثلا الليمت بتاعي ده انا الليمت بتاعي هنا عشان انا عندي 4 كورز بس مثلا، فخليهم 2، هو مش هيقدر يزودني على 2، او ممكن هيرضى بس هيديك وارنينجز يعني. فممكن لو انت عندك اكتر خليهم اكتر، كل ما تبقى الماشين اقوى يعني كل ما ده احسن، بس يستحسن ما تخشش في الاحمر، خليك في الاخضر دايما تمام. يعني بس خلينا برضو النتورك، النتورك هي باي ديفولت بتبقى نت. انا انصح طبعا للمبتدئين يعني ان انت برضو ما تخليهاش نت، نت ده هيعمل لك النتورك اوبشنز بتاعتك يعني النتورك اي بي دي اتش سي بي بتاعها هيبقى مختلف عن النتورك اوبشنز الطبيعيه اللي عندك. فمثلا انت الاي بي عندي 192.168.0.1.1 مثلا، فهو هيعمل لك 10.10.1.1 حاجه زي كده يعني. فالافضل ان انت هتختار ان هي تبقى بريدج ادابتر. بريدج ادابتر ده معناها ان هو هيستعمل الديفايس نتورك ديفايس بتاعك، هو اداله اسم اهو، فهيستعمل النتورك بتاعك ديفايس وهيخليها قايمه كانها ماشين تانية موجوده معاك في البيت متوصله على نفس النتورك يعني. وده الاوبشن الافضل يعني عشان ما تحسش بالغرابه في بعض الاشياء يعني. وبعدين تدوس اوكي تمام، هي كده تمام. برضو محتاجين نعمل سيتنج تاني معلش، ومحتاجين نروح للستورج، وبعدين هنختار، هتلاقي هنا فيه هو باي ديفولت بيبقى حاطط لك ديسك كده، ده اللي تختار الديسك ده اللي هو الامتي ده كانه سي دي يعني محطوط. فيه هنختار، هنروح له هنا ونختار، وبعدين هتختار تروح هنا تقول له تشوز فايل ديسك،
ماشي، وتروح للمكان اللي انت نزلت فيه الايزو ايمج بتاعت اوبونتو 16. ماشي، فانا مثلا اختار اوبونتو 16 او دي مثلا الايمج دي وليكن دي اللي انا نزلتها، فهنزل دي واقول له اوبن. كده بقت موجوده اهي، وبيقول لك الايمج اهي والسايز بتاعها اهو ومكانها اهو. خلاص هتقول له اوكي. خلاص كده احنا كده ظبطنا كل حاجه، كده كانك بتحط السي دي في الماشين يعني، وتقول له ستارت. هيفتح لك كده وبيقول لك انت عندك كذا ايمج هنا، عشان انا في عندي حاجات انواع تانية من الايمج الموجوده، فهتختار لو في كذا حاجه. طبعا غالبا انت مش هتلاقي غير واحده بس موجوده اللي انت دخلتها، فانا هختار اللي انا ايه اللي انا اتفقنا ان احنا هنعملها دي، اللي هي 16 و4 الايمج اللي انا اخترتها، واقول له بوت الايمج دي. هنقول له ستارت، هيبدا يبوت. تمام، اه ده كده الاوبونتو هو بيبوت بقى. لو انت بتبوت من ماشين بره هتشوف نفس المنظر ده، الماشين هتبوت معانا. سيبك طبعا من اي ايرورز بتطلع والكلام ده مالكش دعوه بيه، ده حاجات عاديه جدا يعني. انا هكبر بقى الدنيا شويه عشان ايه المنظر يبقى متشاف. من هنا بتكبر ازاي؟ بتختار من هنا، تختار فيو سكيلد مود. سكيلد مود ده يعني هيكبر مع الويندو لو انت عايز يعني، مش هعملها دلوقتي. وبعدين تروح تقول له انستول اوبونتو. ده خيار بتقول لك اذا كنت هتنزل الابديتس، لو انت الانترنت بتاعك سريع او عندك وقت تستنى ممكن تختاره، بيبقى احسن الصراحة، بينزل الباكجز الابديتس كتير وهو بيابديت. او ان انت تختار او انت تسيبه عشان نسرع بس الدنيا شوية. والانستول ثيرد بارتي ده مهم، ده لازم تختاره. ده هي انستول حاجات يعني ليها علاقة بموضوع اللايسنس، يعني هي مش ضمن اوبونتو لكنها ثيرد بارتي بروجرامز مهمة جدا، زي الحاجات اللي بتشغل الام بي 3 والفيديو والكلام ده، ودي مهمة لازم تعملها. بعدين كونتينيو، هنا بيقول لك هنا هو شايف ان ديسك فيه ديسك فاضي مش متفرمط، اللي هو الديسك بتاع الفيرشوال ماشين. طبعا الديسك فاضي مش متفرمط، ما مش عارف يعمل فيه ايه يعني، فهو بيقول لك هفرمط لك انا الديسك بقى، هبدأ اقسمه وافرمطه وهحط لك عليه. لو انت عندك ويندوز غالبا هتلاقي ايه، هتلاقي فيه اوبشن ان هو يمسح ويندوز ويحط مكانه الاوبونتو، او في اوبشن تالت ان هو ينستول الونج سايد ويز اوبونتو. الونج سايد ويز اوبونتو ده هياخد حتة من السي، هيبقى سايز صغير جدا، غالبا بيبقى 8 جيجا او حاجة زي كده، وبياخد المكان ده ويروح ينستول جواه الاوبونتو. طيب يعني احنا خلينا في الفيرتشوال ماشين. وفي سامسونج جديد ده بقى، انت بتعمل الموضوع بايدك، لو انت فاهم انت هتعمل ايه هتروح تختار البارتيشن وتقسمه، هتروح تختار البارتيشن بنفسك انت وتقسمه، وبناء عليها انت لو انت فاهم بقى هتعمل ايه وتقسم وتظبط الدنيا لوحدك يعني. طبعا ده اسهل اوبشن بالنسبه لنا دلوقتي. هقول له اريز ديسك اند انستول اوبونتو، هو هيمسح كل البارتيشنز ويحط اوبونتو بس لوحده كده. فاقول له انستول ناو، هو زي ما بتشوف كده هو قال لك انا هعمل ديسكين، في ديسك اسمه بارتيشن واحد اللي هو اس دي اي، هعمل له فورماتنج اكس تي 4، ده النظام اللي بيستخدمه اللينوكس عامه يعني خاصه اوبونتو. وفي حاجه اسمها السواب ديسك، ده بيستخدم كبديل للرام، ده بيبقى مهم. الفيرجن من اول اوبونتو 20 ما بقاش بيعمل ديسك، ولما بيعمل حاجه اسمها سواب فايل، موضوع تاني يعني. المهم ما علينا يعني، فاحنا هنمشي معاه اهو كونتينيو. وبعدين هيجيب لك الريجون بتاعك، طبعا لو مش حاسس بالانترنت مش هيشوف الريجون، هو شايف الريجون بالانترنت، فانت ممكن تختاره هنا على الخريطة، انت ممكن تغير اهو. اه اخترت كايرو اهو، كونتينيو. وبعدين اللغة، طبعا هو هنا عشان ايه السايز بتاع الويندو مش كبير فانا بعمل كده. اه بعد كده بقى الاوبشنز دي بقى شوية مهمة يعني. اول حاجة يور نيم، ده تكتب اسمك، فانا مثلا هكتب طارق، فهو راح باي ديفولت عمل لك اليوزر نيم بتاعك اسمه طارق، والماشين نيم او الكمبيوتر نيم اللي احنا بنسميه في اللينكس هوست نيم سماه كده اهو هيرشوال طارق فيرتشوال بوكس مثلا، فانا هسميه طارق فيرتشوال ماشين مثلا بدل بوكس، فهسميه طارق في ام مثلا فيرتشوال ماشين. وبعدين هتظبط بقى الباسورد بتاعتك، تدخلها مرتين، هو بيقول لك ويك مش مهم، ويك هارد هو هيقبلها كده كده في جميع الحالات. ويد في تو اوبشنز، ان انت محتاج باسورد كل ما تيجي تخش على الماشين، ولا تخليه لوج ان اوتوماتيكلي. انا هخليه اوتوماتيكلي، ده اصلا دي فيرتشوال ماشين يعني، فما يخش على طول يعني، مش اي قلق يعني بس. وبعدين هيكمل انستليشن
الاستيميشن بقى تفضل تستمر لفترة ما لحد ما تخلص. انا هوقف وارجع تاني لما يخلص الستيب دي. تمام كده رجعنا خلاص، كده خلصت. هتبص هتلاقي المنظر ده طلع قدامك، هيقول لك ريستارت ناو، هو كده خلص انستليشن. ريستارت ناو، هتدوس ريستارت ناو. بيقول لك ريموف الميديم، يعني لو انت حاطط فلاش او سي دي المفروض تشيلها، وبعدين تدوس انتر. طبعا احنا ما فيش حاجه اصلا، دي فيرجن ماشين، فتدوس انتر على طول. كده الفيرجن ماشين بتريستارت اهي. طبعا الناس هتلاحظ يعني ان احنا عندنا اوبونتو سريعة جدا في الستارت بتاعته، يعني مش زي ما شفت كده، ما فيش يعني بضع ثواني يعني. طبعا ويندوز بقى غير الكلام ده خالص يعني. فزي ما انت شايف كده الفيرشوال ماشين اهي. طب اول حاجة عايزين نعملها طبعا ان احنا نكبر شوية الفيرشوال ماشين عشان نستعملها. فانت تيجي تكبر الويندو كده، هتبص هتلاقيها مش بتكبر معاك. فانت هتروح فيو، تقول له سكيلد مود. تمام، السكيلد مود يعني تكبر مع الويندو، وبعدين هتكبر كده فهتلاقيها راحت مع الويندو. طبعا الريزوليوشن انا مثلا عندي ما بقاش مظبوط شوية، عايز يتغير. فانا هروح اقول له سيتنجز، واقول له ديسبلاي، واغير مقاس الريزوليوشن. هروح لمقاس كبير شوية مثلا، اروح 16، اي مقاس 16x10 مثلا هنا زي ده مثلا. تمام، ودوس هنا ابلاي. طبعا انت ممكن تحرك الويندو كده شويه اهو عشان تبان الكلام، ودوس ابلاي. لقيت شكل الشاشه كويس، قول له كيب ذيس كونفيجريشن. او بقى لو هي سودت او كده، هو بيعد اهو، هيرجع تاني لوحده للاصلي اللي انت كنت فاتح عليه، عشان لو انت الشاشه ما فتحتش معاك بيرجعك للاصلي تاني. انا هقول له كيب ذيس كونفيجريشن، المقاس ده كده كويس اهو خلاص. باي ذا واي، انت لو قعدت يعني ما قعدتش كتير على المقاس ده، هي لو ما عادش كتير على المقاس ده، هي يعني عملت الستارت على طول زي ما نعمل دلوقتي، هترجع للمقاس تاني، بس يعني محتاج تقعد فترة كده. طيب اللي عايزين نعمله ايه؟ احنا عايزين نطلع من السكيلد مود، بهندوس كنترول يمين، كنترول يمين و اتش، لا سوري، كنترول يمين و سي تقريبا، كنترول يمين و سي بالظبط كده، عشان يرجع للمود التاني القديم. و هتطلع فوق هنا تقول له devices، وتقول له insert guest additional image. ده اللي هو ال extension pack اللي انا قلت لك تعمل له install عشان يخش معاك بقى في السيستم. بنعمل له ده كده، ده ونقول له run. هو هيطلب الباسورد بتاع السيستم اللي انت ظبطتها في الانستليشن، ويقعد بقى يخمل كده شوية. ده زي ما احنا قلنا عشان ده بيقلاه، وان انت تكوبي من بره لجوه، يعني عشان ما تتعبش نفسك لما عايز تكوبي كود مثلا، او تكوبي ويب سايت، او تكوبي اي حاجة من بره الفيرتشوال ماشين لجوه الفيرتشوال ماشين، ده هيحتاج كده. ياخد شوية وقت، صغيرين يعني مش كتار. خلص كده اهو، بيقول لك بريس ريتيرن تو كلوز ذا ويندو. خلصنا كده، اعتقد انه مش هيشتغل على طول، لازم نعمل ريستارت. هنجرب كده مثلا، ناخد دي مثلا كنترول سي، نروح الفيرشوال ماشين كنترول شيفت في بالمناسبه في التيرمينال عشان تكوبي، كنترول شيفت في ما بيعملش. لو حتى لو فتحنا تكست اديتور مثلا، جي اديت مثلا، نحاول نعمل بيست فيه كنترول في، مش بيشتغل، فهو كده مش حاسس. لازم نعمل ريستارت عشان يحس بالتشينج ده. اقول له فيو سكيلد مود، واروح كده اقول له شوت داون ريستارت. زي ما قلت لك، بص عشان احنا ما عدناش فتره، احنا رجعنا للريزوليوشن القديم.
هنظبطه مرة كمان. اي حاجة يعني ده مثلا ابلاي حلو كده تمام. اطراف الشاشة بتبص على اطراف الشاشة كلها ظاهرة هنا وهنا هنا تحت شمال مين مش باين بس مش مشكلة. هو كده ده كده تمام. وبعد كده بريس بس كده تمام. لو حبينا نعمل تاني كده جي اديت تكست اديتور نفتحه نعمل بيست فيه. اهو البيست اللي انا جايبه من بره لازق معايا اهو جوه كده بقى. ده شغل باي دايركشن عشان كده الاكستنشن باك اللي انا عملت له انستول بقى معايا. دي نهاية الموضوع. انت بعد كده بقى عايز تعمل الوانتو تبدأ تفتح بقى وتشوف الابليكيشنز اللي فيه تفتح البراوزر تعمل اللي انت عايزه. وان شاء الله يبقى في تكملة للحلقة دي لشرح مزيد يعني عن اوبونتو وازاي نقدر نستعمله في حياتنا اليومية وازاي تستعمله في البرمجة وحاجات ما الى ذلك يعني. شكرا.